اوكي، بهذا الفيديو بدنا نحكي على الـ evaluation of the risk. So to evaluate the risk, first of all, you need to identify, then analyze the risk. بنحدد المخاطر، بعدين بنحلله عشان نشوف الـ likelihood والـ consequence تبعت المخاطر. This is the evaluate system analysis. Sorry, risk analysis. بدنا نحلل عشان نشوف likelihood اللي هو نتوقع حدوث هذا المخاطر، بعدين الـ consequence of that risk اللي هي العواقب تاعت هذا المخاطر إذا حدث. likelihood and the consequence لكل خطر. بعدين شو بدنا نعمل؟ action plan. اوكي؟ الـ action شو لازم نعمل؟ عشان هيك بدنا نطلع على الموضوع الثاني اللي هو evaluating of risk. زي ما كلكم تعرفوا you need to consider the internal and external environment of the agency that you are operating in. انت بتشتغل في اي نوع البيئه اللي انت بتشتغل فيها، البيئه الداخليه والخارجيه، كل مؤسسه بيئتها تختلف عن الاخرى. ليش؟ لانه اذا بتطلعوا كمان الريسك ابيتايت زي ما شرحنا في البدايه انه قديش عندها ابيتايت للمخاطر، عندها قابليه او عندها نفسيه او عندها اقدام او عندها ما بعرف شو الكلمه اللي بدكم تحطوها، عندها ابيتايت يعني ترغب في المخاطر. الشيء الثاني الريسك ابيتايت اوف ذا اذر بارتيز. اوكي، الشيء الثالث انه اذا في ليجل اكشن اجينست ذا ايجنسي، يعني هذا الريسك اذا صار بترتب علي مثلا تبعات قانونيه زي الريسك اللي صار في مثلا المستشفى السلط، انقطع الاكسجين، انقطع الاكسجين عن المرضى، الكونسيكونسز اذا في ناس ماتت. هلا في اجراءات قانونيه ستطال، في اجراءات قانونيه انا ممكن ابلش اجراءاتي تقييمي للمخاطر انه هذا عالي. ليه؟ لانه فيها حبس. اذا ما في اجراءات قانونيه بتلاقي الايفالويشن له بسيطه، خلص طيب مش مشكله. فيو نيد تو ايفالويت. الشيء الثالث اللي هو الكوست اند بنفيتس اللي معظم الناس بتشتغل عليه. هذا الخطر شو راح يكلفني او البنفيتس اذا دخلت هذا المخاطر، لانه الاوبورتونيتي از ريسك. هلا الهايست برايورتي شود بي جيفن تو ذوز ريسك ذات ار ايفالويتد از بينج ذا ليست اكسبتبل. ليست اكسبتبل ريسك باخذوا هايست برايورتي، اولويه عاليه، اهم خطر لازم ننتبه له اللي مش مقبول، خطر مش مقبول. ليش خطر مقبول؟ من الايفالويشن اللي عملناه له. والله في ليجل اكشن او في خساره، راح نخسر مصاري كثير، او الابيتايت تبعنا احنا ما بنقدر نخش هذا الريسك. اوكي، ف this is the evaluation. وزي ما انتم شايفين في عنا جايد عشان الاوتلاين له. هلا افتر الايفالويشن تيجي الخطوه الحاسمه اللي هي التريتمنت. اوكي، صار ان انا حددت، حللت، قيمت، ايفالويشن. هلا بنيجي لمرحله التريتمنت. طيب اوكي، شو نعمل بهذا الخطر؟ كيف بدي اعالجه؟ سو In this step, you need to treat the risk. Or you need to transfer the risk, معلش تنتبهوا, or terminate the risk, or you take the risk. في عندنا أربع شغلات، هدول اللي هن الأكشن، التريتمنت، شو نعمل؟ فبعد ما تقيم المخاطر، تعملها evaluation، هذا الريسك you need to treat it. لازم
نعمل عمليات نعالج هذا المخاطر. فالتريتمنت اوف ذا ريسك، وهدول معظمهم اذا بتنتبهوا على هدول الاربع نقاط اللي هن ضروريات، اللي هو اوكي شو نعمل، وات از اور اكشن تو تريت ذا ريسك. مثلا اذا بده يزيد سعر الحديد زي عند هديل، او اذا بده يجيني فيروس في الشركه تبعتي، فممكن اول شيء انه نطلع على في شيء اسمه البريفنتاتيف. كلمه بريفنتاتيف كنترول، حدا بيعرف بالعربي ايش بريفنتاتيف؟ يعني نمنع دكتور. اوكي ما حدا عم بسمع. بالانجليزي يعني وقائيه، ضوابط الوقايه. الوقايه الوقايه الوقايه، مش في عندنا الامن شو اسمه امن الوقائي؟ لا الوقائي مش عندنا في جهاز، مش عندنا جهاز اسمه امن الوقائي. هو بريفنتاتيف يعني ضوابط وقائيه، انا بدي احمي حالي قبل ما يصير الحدث. واضح؟ يعني مثل ما بيحكوا الوقايه خير من العلاج. اكزاكتلي زي هلا في وضعنا في كورونا، المفروض تبلش كل الناس تبلش تعمل شيء اسمه بريفنتاتيف كنترول. انا كل الناس ما بعرف ببلادنا هون ما شفت سياسات حكوميه على اجراءات وقايه، غير ايش اجراءات الوقايه اخذناها مشان كورونا؟ لبس الكمامه والتعقيم. لبس الكمامه والحجر، تعقيم والتباعد والحجر، كل هذه preventative controls. مثلا ما كان حدا يحكي على الوقاية الذاتية، إنه الواحد لازم مثلا ياخد فيتامين سي، ياخد زنك. فهمتوا علي؟ دكتور يعني إحنا بنعمل يعني الوقاية بس لما يكون إحنا ريسك ما بنقدر نحل مشكلته؟ لا الوقاية لا قابلة. بدي 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 اوكي هلا الريسك، احنا حكينا العنوان تريتمنت اوف ذا ريسك. يعني شو يعني تريتمنت اوف ذا ريسك؟ كيف بدنا نتعامل معالجه؟ كيف بدنا نتعامل مع معالجه؟ كيف بدي اتعامل مع الريسك زي البانديميك كورونا كوفيد؟ في شيء اسمه بريفنتيف اكشن، خلي هدول الكلمات بالعربي. ففي اجراءات الوقائيه، وفي كوركتيف اكشن، اجراءات تصحيحيه، هي بالعربي هون شايفينها. وفي كمان ايش حكينا، دايركتيف، انا بس انزل هاي هون، توجيهيه. وفي ضوابط الديتكتيف دايركتيف، وفي الديتكتيف اللي هو البحثيه او المباحث، او انك تو ديتكت تكتشفها الاكتشافيه. كل هذه الضوابط ممكن نستخدمها، لانه انا ما بقدر، اي نيد تو تريت ذا ريسك، بدي احط شيء زي مثلا كورونا. الديتكتيف اكشن اللي هم مثلا الفحوصات اللي عمالها بتصير، دايركتيف اكشن انه التوجيهيه، شو بنقول للناس شو يعملوا وشو ما يعملوا. طب ناخذ شيء غير على 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 شو اسمه، على هديل والمصنع او شو اسمه الشركه عند هديل، مقاولات. شو الخطر؟ قلنا انه اسعار الحديد ترتفع. أسعار ترتفع، شو رح تعملي؟ You need to treat the action. You need to treat the risk. How you are going to treat the risk؟ تفضلي اختاري. اختاري واحدة من هدول. ممكن الوقائية. Preventative action. Preventative. شو بنعمل وقائي عشان نوقي حالنا من
فممكن نشتري حديد ونحط في المخزن. الأكشن مش حكينا فيه أكشن؟ إيش ممكن نعمل؟ مزبوط. نشتري حديد ونحط في المخزن صح؟ طيب إيش كمان؟ نتعاقد مع الموردين لفترة بعيدة. ممكن أعمل عقد طويل الأمد، يعني أشتري بضاعة بهذا السعر بس بدي إياها السنة الجاي. أوكي؟ هيك أنت you had to treat the risk. ناخذ الشيء الثاني مثلا الاي تي ريسك اللي هو مثلا فيروس اتاك. في الجامعة عندنا اجى فيروس على المودل على السيرفرات الجامعة، شو نعمل؟ انه خلص مش مشكلة، مش لا. مشكلة ولا you have to treat the risk. تريت، نعمل تريت the risk. بدك تعمل تريتمنت. اوكي وات از ذا تريتمنت؟ يلا شباب احكوا. فيروس اتاك على سيرفرات مودل. ممكن اذا كنا عاملين إشي وقائي منزلين برامج بتمنع هذه الفيروسات تدخل او بتمنع انه تخرب. اذا بدنا يكون عندنا اوكي ديتكت بريفنتاتيف كنترول. وممكن برضه كوركتيف لما انه لما تدخل الفيروس إنه نصحح الإشي، نصححه يعني نرجع نصحح كيف الفيروس. ما هو الفيروس دخله خرب، بده يكون عندنا باك اب مثلا نكشفه والديتكتيف نكشف. نعمل باك اب كوركتيف اكشن، نكون عاملين باك اب بحيث لو اجى فيروس خرب اوكي بنجيب الباك اب وبنرجع. بس بالاصل لازم يكون عندي بريفنتيف اكشن، اني احط انتي فيروس فاير وول صح، اعمل يوزر نيم وباسورد للناس اللي بتشتغل. مظبوط اليوزر نيم والناس اللي بتشتغل على السوفت وير اللي انت بتشتغل عليه. اليوزر نيم والباسورد لها سيكيوريتي ليفل، هذا ادمن هذا جنرال يوزر. يعني هلا انتم لما بتدخلوا على المودل زي لما انا بدخل على المودل، زي لما احمد شريده رضي الله عنه وارضاه بدخل على المودل، زي لما بدخل توزيع صلاحيات. اوكي لا اكيد so في عندنا security controls. كمان directive control والdetect control، إنه مثلاً نحط إجراءات to detect إنه والله في فيروس أو لا. أعطيكم مثال، مثلاً لما أنتوا بتعملوا design أو بتبرمج إشي، مش ممكن لما أنت تيجي تقوله لليوزر أوكي دخل اليوزر نيم أو دخل رقم الهوية، شو بنعمل؟ بركي حط إشي غلط، شو بتعمل في البرمجة؟ بحط له تعليمات مثلاً إذا بدك تدخل كلمة أوكي. المرور تكون من 8 أرقام فيها حرف كبير حرف صغير أوكي. لو نفرض واحد بيعمل داتا انتري بحط بيانات، فبدي أقول له إنه هذا الرقم هون نعمل داتا فاليديشن. داتا فاليديشن إنه this is a numerical value، رقم الهوية جاي بتحط لي اسمك هون، هون رقم الهوية بدي numerical value. فاهمين؟ حتى هذا preventative directive controls كل هذه إجراءات بدي تستعملوها تفكروا فيها ونحكي. أوكي إذن أول مرحلة أول خطوة لي treatment of the risk، كيف نعالج هذا الخطر؟ اثنين transfer the risk، نحوله. ممكن taking out insurance to facilitate financial recovery against realization of risk. ممكن شو الخطوات الإجراءات التأمينية؟ فممكن أنت مثلا السيارة، لما أنت بتسوق سيارتك مش بدك تكون عامل تأمين؟ هذا التأمين إنه غصبت عنك في مخاطر. How you are going to treat that risk؟ غصبت عنك بدك تعمل transfer the risk، تعمل insurance. ففي حدا طرف ثالث بده يحمل معك المخاطر.
وهيك بتنحل المشكلة. طب بالاي تي كيف نعمل انشورنس او ترانسفير ذا ريسك؟ بيكون كفالة لل ايش مثلا جهاز انا بدي اعمل له. انا بدي اعمل لي تامين الشركة هي نفسها اللي مثلا عندي جهاز ومنزل ولا عمره ولا حنعمل ما حدا بتيجي بتعمل تامين. ولكن الترانسفيرينج ذا ريسك ممكن انا استخدم شركه متخصصه في انها تساعدنا في الاي تي ريسك. اوكي الشيء الثالث اللي هو تيرمينيت ذا ريسك. تيرمينيشن اللي هو انهاء المخاطر. سو زي ما انتم عم تقراوا some risk may only return to acceptable level if the activity is terminated. يعني الحدث لازم يوقف. السبب لازم يوقف خلص ما بزبط. يعني واحد عماله مثلا مريض وبيدخن يونيت لازم توقف التدخين مثلا. عندنا مخاطر في البناء مثلا مخاطر الزلزال هاي الطريقة في البناء لازم تتوقف بزبطش. تقول لي بدي اعمل تأمين واحط حديد و و و نمط البناء ما خاطئ. You need to terminate بال سوري بال IT risk. بال IT risk termination of the of the of the event. يعني السبب لازم وقف. يعني عندي سايبر اتاك بدي اوقف السيرفر بزبطش خلص وقف افصلوا عن النت. فهمتوا كيف؟ تيرمينيت. مرة هيك. والإشي الأخير إنه you take the opportunity أو بالعربي you accept the risk. سوري بالعربي إنك تتقبل المخاطر. اللي هي بتكون it's an opportunity. It's an opportunity to take the advantage of the risk. بتأمل يكون هذا الموضوع صار هيك كتير واضح حلو. أوكي. فقبل ما ننهي زي ما أنتم شايفين to accept the risk طبعاً لازم تكون عارف ال probability وال cost your appetite. وهيك بتمنى يكون صار واضح. بتقدروا هون تقرأوا وتكملوا على treatment of the risk. صار الفيديو طويل.